اسلم انا استكل نكمل مع بعضنا البروبليم السابع من الكونتيست نتاع التيوري دي غراف دي اف اس و بي اف اس. بروبليم اسمه كيف انت بارك، دونك ماهوش صعيب برشا. دونك كانكم فهمتوا الدي اف اس والبي اف اس تنجموا تخدموه نوعا ما فاسيلمون به. دونك جيسبر انتم قريتوا بالكدا لانونسي، حاولتوا فيه وما جيتوا لهنا الا بالحق كسرتوا ريوسكم. وجيسبر اتفرجتوا في فيديو نتاع الدي اف اس معناها جراف وكل شيء. مش بتبداوش الفيديو من هنا، فما شكون خاطر يسالني قال لي ما فهمت حتى شيء شنو الدي اف اس. ما تنجمش تبدا فيديو من هنا، راه لازم تدخل البلاي ليست تيوري دي جراف. فما ظهر لي 16 فيديو تفرج فيهم، دي بروبليم اخرين صالحين باش مو تفهم البروبليم هذا. باهي دونك تعداو للاكسبليكاسيون. دونك باش ناخذ اكزامبل تاع جراف اللي هو الجراف هذا. دونك من الان تنجم تمشي لل 2 و 3، من 2 تمشي لل 4 و 5، ومن 4 تمشي لل 6، ومن 5 تمشي لل 7. دونك هذا تري فيها 7 نو وفيها 6 اللي هما ان موان 1 ايدج. بيان سور ما فماش سايكل خاطر تري وكاهو به. دونك و حاجه اخرى كونيكتي، دونك ماكش تلقى دي سو جراف. باش ناخذ اكزامبل ام ايجال 3، دونك وين ماشي للي ريستورون اللي هما 6 و 7 و 3. اذا يعرضني ثلاثه قطات ورا بعضهم ما نكملش التريب نتاعي للريستورون ونخرج. هذا التابلو اللي فيه الكاتس. دونك في الان والدو والسانك هذوما ثلاثة عندي كاتس. اوكي الفورمول سهلة برشا. اذا عندك كاتس واذا عندك قطوس وانت ماشي في ثنية في النو هذاك، تمشي تفيريفي اسكو البارون تاعو فيه ولا ما فيهوش. اذا البارون زاد فيه، دونك لهنا النومبر دو كات في البوزيسيون اكس هي ان، خاطر ديجا انت عندك قط غاديكا بلوس النومبر سكسيسيف نتاع القطات اللي في البارون. واذا البارون ما فيهوش خطات دونك اوتوماتيكمون 0 بلس 1 باش تعطيك 1، باش يعاودي الكونتور انيسياليزي غاديك. اجا نعملو ايتيراسيون. دونك باش ندخل للجراف نتاعي من الان. الان هو بارون، هو ديجا الروت نتاع التري. دونك ما عندك ما باش تفيريفي قبل، ما عندوش بارونات. به دونك الان باش يقعد 1. الان شكون الصغار نتاعو؟ 2 و 3. دونك لهنا اذا نشوفو 2 نلقاو كاتس دو 2 ايجال 3 على خاطر كاتس دو 2 فيها قط. دونك كاتس دو 2 هي بلس ايغال كاتس دو بارون. البارون تاعو هو الان هكا ولا لا؟ دونك الان في قطوس و دو في قطوس، دونك دو باش يولي فيها زوج قطاتس سكسيسيف خاطر البارون تاعو. اذا قبله هو فما برشا قطاتس والبارون ما فيهوش ونرجعوا لي هو، نعاودوا الكونتور من جديد. دونك تلقى شايلد دونك كاتس لي في النو هو الان بلس زيرو خاطر البارون في صفر. مي لهنا البارون ديجا في قطوس. بالنسبه للتروا توا ما فيهوش قطاتس دونك يقعد زيرو. بيه تو دو شكون الصغار نتاعو؟ الكات و السانك. الكات ما فيهوش قطاتس دونك يقعد زيرو، والسانك فيه قطوس. كي نطبقوا الفورمول نعملو كاتس دو سانك بلس ايجال كاتس دو دو. دونك ان اللي هو القطوس اللي في السانك بلس الكاتس دو دو اللي هو دو اللي هما في الان وفي الدو سكسيسيف خاطر نولي ثلاثة. بيه نرجعو للكات الصغير نتاعو ستة. دونك ستة هذايا ليف، دونك از ليف خاطر ستة ليف ما عادش عنده ان فيزيتد تشايلد، هو اخر واحد شيلدرن سامحوني هو اخر واحد. والكاتس دو سيس لازمها تكون اصغر من الام، سينو وقتها ما عادش نجم نمشي له. حتى كان خلط للريستورون لقيت فيه خاطوس ما نجمش نستعمله، وقتها الريبونس يزيد بلس بلس لان لقينا ريستورون نجم نمشي له. بيان سور كان تسالوا فيا كيفاش تخدم الليف، تو سامبلومون دونك از ليف فونكسيون تراجع بوليان نباركوريو الشايلد نتاع البارنت هذاك. اذا نلقاهم الكلهم فيزيتي معناها ليف. اذا لقينا واحد برك مازال ما مشينالوش راهو ماهوش ليف، وقتها ريتورن فولس. السيس مثلا الصغير نتاع الوحيد هو الكات، ونحنا جينا من الكات ديجا الكات فيزيتي دونك هو ليف. السانك مثلا وقت اللي باش نخلطو لهم بعض نلقاو الدو و سيت صغار وزوز. الدو اوكي فيزيتي تخاطر جينا منهم، مي سيت مازال ما مشينالوش دونك ساك ماهوش ليف. سيت بار كونتر ليف. باهي دونك تاو السيس فهمنا اللي هو ليف واللي فرد وقت وقت اللي مشينا له ما فهميش قطات سكسيسيف يفوتوا الام. نرجعوا للسانك تاو. دونك السانك هو بارون في الكاز هذا. الكاتس نتاعو ايجال 3 اللي هي سامحوني لهنا اون سيبوز لي ام ايجال 2 سامحوني ماهيش 3. دونك نلقاو اللي الكاتس نتاع البارون ايجال 3 والام ايجال 2. دونك ديجا انا ما عادش نجم نكمل في اثنين لازمني نرجع. دونك ريت اللي يجيو بعده الكل مانيش باش ندخل لهم، سي بون هذوك سيتابت عليهم ونعرف اللي مفهمش ما اخر باش نخلط لهم على خاطر ديجا هذا تري. دونك اذا نلقى الكاتس نتاع البارون اكبر من الام نعمل ريتور نخرج ما عادش نكمل نشوف الصغار نتاعو.
دونك هذه هي السوليسيون. مقعد كان نشوفوا الكود مع بعضنا، وبعد الكود بيان سور نهبطه لكم على الجيت هاب. دونك هذا الكود من الاول نقراو بيتس اس تي دي سي يوزينغ نيم سبيس اس تي دي. دونك لهنا الان ماكس ايكال 10 على بويسونس 5 ديما ناخذ بالفاضي. الجراف هذا الجراف والفيزيت تعرفوهم ديجا. باش نعمل تابلو دو اونتي فيه قداش من كاتس في كل نو سكسيسيف كاتس بيان سور، ومن الاول باش يكون فيه مش سكسيسيف مي فيه كل نو قداش فيه من الكات. دونك الان والام والانسور والا والبي دوك باش نقراوهم كل مره في الجراف. هذه الفونكسيون ايزلي في وريتها لكم. دونك ليف وقت اللي ما عادش عنده شيلدرن ولا ما عادش عنده حتى شايلد ماهوش فيزيتي، دونك وقتها ترو. سينو كان عنده واحد فيهم فيزيتد، كان واحد عنده واحد مازال ما مشالوش تحط فولس. هذه دي اف اس العاديه. دونك اول حاجه نعملو فيزيت دو بارون ايغال ترو، نشوفو الكاتس نتاع البارون، اذا لقيناهم يفوتو الام نخرج معاش نكملو، اذا لقيناه ليف وفرد وقت الكاتس نتاعو اقل من الام راهو ريستورون اكسيسيبل ونعملو ريبونس بلس بلس. سينو هذا دي اف اس عادي. دونك نشوف الشايلد نتاع البارون بالكعبه بالكعبه اللي ماهوش فيزيتي، تفيريفي اسكو عنده كاتس ولا لا، طبق الفورمولا اللي كنا نحكيو فيها كاتس دو شايلد بلس ايغال كاتس دو بارنت. وماذا بيكم تعاودوا تراو تعملوا مانيبيولاسيون بيديكم، راه كي تقرا الكود هكا اعمل اكزيكيوسيون على اكزامبل بيديك باش تتاكد ان الريزلت صحيح، وبعد نعملو دي اف اس دو شايلد. دونك نقراو الان والان الفيزيت انيشاليزيوها كلها فولس، نقراو الكاتس ومن بعد نباركوري الجراف تو سامبلومون. دونك باش نقرا ا و بي، انا ديما راني نخدم زيرو اندكس خاطر لهنا باش نعطيهم لك ان دو. دونك لهنا كي تشوف لي نو يمشيو من فينهم لي نو يمشيو من الان حتى للان. انا الحق راح نخدم زيرو اندكس، دونك الا كي ناخوها ان نردها زيرو نبدا جرافي من الصفر كيف كيف البي. دونك جراف دو ا بوان بوش باك بي وجراف دو بي بوان بوش باك ا. الانسور من انيسيالمون زيرو، نعمل دي اف اس دو زيرو خاطر انا دونك الروت لهنا هو ان، مي انا الجراف نتاعي كله راديتو يبدا من الصفر، دونك الروت نتاعي باش يولي زيرو. ومن بعد نسي اوت الانسور اللي حسبناها في وسط الدي اف اس. هذه هي الحكايه الكل. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، بارتاجوه مع اصحابكم. كان عندكم اي سؤال حطوه في الكومنتير.